مباشر. انا عندي مشكله. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نتحدث عن دور الإرشاد، بنقول إن هو بينقل البحوث من المعمل ومن الأدراج ومن العلماء إلى الأرض الزراعية. ده دور مهم جدا، لكن الإرشاد عليه جانب آخر وهو تطوير المجتمع ورفع كفاءة وقدرة ومهارات المواطن في هذه القرى. ده جانب مهم جدا، دور الإرشاد الزراعي في التنمية الريفية، وخصوصا دوره في خدمة المرأة الريفية عموما، وهي العامل المنتج، عامل منتج أساسي في القرى المصرية. يجب أن يكون هناك دور قوي في هذه الفترة من حيث تعامل المرأة الريفية مع الثروة الحيوانية، وإذا كانت هي بصفة أساسية بتتعامل وبتخالط تربية الطيور وأيضا الماشية، فيجب أن يكون لديها وعي كامل عن كيفية التعامل الآمن للمحافظة على صحتها ووقايتها من الإصابة بالأمراض. أيضا دور مهم جدا وهو صقل مهارات المرأة الريفية في هذه الفترة. إذا كانت القرى المصرية تعاني من تدهور اقتصادي بسبب إهمالها لسنوات طويلة، فيجب أن يكون هناك دور إرشادي لكيفية التعامل مع ظروف الحياة الجديدة. هناك العديد من الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تساعد في إحداث نوع من الاستقرار الاقتصادي للمرأة الريفية وهي داخل قريتها ومنزلها. صناعات عديدة، وتتميز قرى مصر في مختلف المحافظات واشتهارها ببعض الحرف اليدوية. أيضا دور آخر مهم جدا وهو دور توعوي. كيف يمكن للمرأة الريفية أن يكون لديها وعي كامل بما يحدث في القرية المصرية إذا كانت من سنوات طويلة متواجدة مع الفلاح في أرضه وتساهم في مساندته وفي إنتاجه داخل الأرض الزراعية؟ إذن يجب أن تطلع أيضا على ما يحدث الآن داخل الأرض الزراعية من نظم حديثة للزراعة، من نظم في تطوير الري، لتكون فعلا عامل مساعد داخل الأراضي الزراعية. أنا برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.